حياكم الله مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج 52 دقيقة. اليوم موضوعنا عن زواج الأقارب. زواج الأقارب ظاهرة استفحلت بالوطن العربي كافة وبصورة عامة، لكن توسعت بالمجتمع العراقي بنسبة 50%، بالرغم أنه عانوا من هواية مشاكل، والطفل اللي يجي راح يعاني من مشاكل وأمراض وعاهات أيضا. خليكم ويانا نشوف تفاصيل أكثر حول برنامجنا. مرحبا. أهلا وسهلا. نتعرف باسمك؟ ورود محمد جوار. ورود محمد، أم منو؟ أم نور. أم نور، الله يخليها لك يا رب. متزوجة أقارب لو غريب؟ لا غريب. يعني قرابة شنو؟ ابن عمك، ابن خالك؟ لا يعني هيك من العشائر، يعني قريب يعني. ويعني مو كلش قريب؟ لا لا مو ابن عمك. لا لا لا. شنو رأيك بزواج الأقارب، ناجح لو فاشل؟ والله أحسه فاشل. ليش؟ لأن أنا الحمد لله وشكرا عندي زوجة بنات وخير من الله، بس أحس إن القرايب يعني دائما أكو شوية صير حساسية بالموضوع. بناتش من زوجات أقارب لو غريب؟ لا قرايب. زين شنو السبب إنه زوجتيهم أحد قريب؟ أبوه من محبة قرايبه وخواته فيعزي فيهن يعطيهن. يعني على مود ربطة الدم والنسب عادات تقاليد. فزوجت بناتك أنت على هذا الأساس؟ لا، وأكو اثنين من عندهن ماخذين غربة. وإن شاء الله إحنا ماكو غربة، كليتنا ولد آدم. بس هسا تحسين بهذا وقتنا، هذا نعم. وقتنا الأقارب شوية مو مثل البعيد. لأن تعرفهم؟ تعرف أخلاقهم؟ خلينا عشرة عشرة سر عشرة بيننا، واحد يعرف عشرة الثاني. هواي دراسات تبينت إنه اليوم اللي يتزوج أقارب ممكن يصير بأمراض، ممكن الطفل يتشوه، ممكن ما تكون صحيح الزواج. شو رأيكم بهذا الموضوع؟ ما فكرتوا به؟ لا بالعكس، إحنا مو بيروحون يسوون تحاليل، لا نعرفهم يعني أكو نسبة الدرجة بيناتهم شينية، وصحيح أكو موجود هذا الشيء. زين أكو إجبار يصير؟ ممكن البنية هي مراقبة لابن عمها وابن عمتها وابن خالها ويجبروها لأنه إحنا نعرفه ولأنه هو ونريده وأخلاقه ووضعيته. شو رأيك بهذا الموضوع؟ أنا صارت عندنا هذا الشيء. صار؟ وهي بناتك؟ إيه من بناتنا. بنتك ما رادته يعني؟ ما رادت، بس بمرور الوقت حبته والحمد لله. صار التآلف. صار التآلف والحب بيناتنا. وبعدين أخذته؟ إيه أخذته. مرحبا. مرحبا. شنو اسمك؟ سعاد. سعاد، متزوجة؟ نعم. زواج أقارب لو غريب؟ لا غريب. غريب. شو رأيك بزواج الأقارب؟ شنو سلبياته؟ هو بسلبيات وبإيجابيات. سلبيات؟ سلبيات تخرب العلاقة العائلية بين العوائل. بين العوائل، وعلى أساس يعني هسه بمرور الزمن صار الجينات الأطفال يجون مشوهين. اما يعني جزء هذا بسبب التكنولوجيا. نعم. اما قبل اني بزمن جدي وجدي وجديتي كلهم كانوا ابن العم لبنت العم، فكلها انولدت اجيال. بس يعني تنتقل امراض ممكن سكر ضغط؟ ما اعتقد غيرها. ما اعتقد من وجهه نظري ما اعتقد، بس هسه بتطور الزمن والجينات يعني التكنولوجيا وهواي اثرت يعني على المجتمع والجو. ما تشوفين الزواج الاقارب هو اللي اثر اكثر؟ مو قياس، هي النفسيات الداخليه يعني احتمال افضل من الغريب. بس احنا لما نرجع للاقارب انه مو اجباري، اذا بنتي تريد ابن خالتها او تريد ابن عمها فاني اكيد اجوي رايها، يعني مو من الممكن انه امنعها. مجتمعنا اليوم يعاني من الكبت، مرات يجبرون الولد والبنيه 50% دي يصير زواج من الاقارب. هذا شيء ولد الزواج شلون راح يكون؟ زمان كان كبت واجبار، بس اصور حاليا لا، ماكو اجبار. لا لا ما يعني نسبه قليله من وجهه نظر. يعني شلون راح يتجه الزواج من واحد ينجبر عليه اذا بنيه او ولد؟ والله يقولون انه بالبدايه اذا اكو حب فبعدين تصير مشاكل، لان كل الاشياء الحلوه خلصوها بالحب. فبالزواج راح ينصدمون بالمشاكل والاشياء الماديه والاطفال والهذا، فالحب يقل. اما يعني يجوز مو عن طريق حب، انا احكي نسبه قليله يعني، فما متعارفين او بالصدفه يعني يتزوجون بعدين راح يصير حب.
مرحبا. اهلا وسهلا. اسم حضرتك؟ احمد هلاوي. احمد. استاذ احمد، اليوم نريد تحكي لنا عن زواج الاقارب. حضرتك متزوج اقارب ولا غريبه؟ اقارب. اقارب. اي. شو رايك بهذا الزواج؟ هو كل زواج باتجاه معين له مميزاته وله سلبياته. مساوئ يعني. شنو مساوئ؟ لا احكيش بالمميزات في البدايه. المميزات انه زواج الاقارب يقوي العلاقات الاجتماعيه. بس ممكن يسبب مشاكل. احتمال على يوم كل... انت وزوجتك اذا تعاركتوا وصارت مشكله ممكن ياثر على البقيه. مو شرط، هذا صارت بحالات زواج معينه، مثل ما يكون الزواج اللي كان قبل، مثل ما يقولون قصه بقصه، او ماخذين الاخوان ماخذين الاخوات، او من هذا العائله هم من هاي العائله ماخذين نفس الشيء. فاذا صارت زعل من احد الجهات اعتيادي راح تاثر الجهه الثانيه. اي بس اذا كان الزواج من جهه واحده لا، واذا كان اكو تفاهم بالبيت وعشره ومحبه يعني ماكو اي اشكال. يعني هسه انا قدامك 25 سنه متزوج. 25 سنه متزوج. اي. شنو مساوئ لهذا الزواج؟ مساوئ يحد من علاقاته، يعني ما راح يفتح قدامه نوع جديد من شو اسمه، اقول تجدد بالدماء. ظليت على نفس النسب والعادات والتقاليد، ماكو شيء جديد. ما راح يدخل في شيء جديد للعائله. اولاد عندكم؟ اولاد عندكم؟ اي بنيه. بنيه. اي. بنتكم عانت من مرض معين؟ ممكن انتقل عن طريق بعد صغيره. اي. زين، انت من خلال تجربتك زواج الاقارب، احنا وايد نشوف 50% من العراقيين اللي يتزوجون زواج اقارب تقليدي. يعانون من مشاكل؟ أكيد. امراض؟ اكيد. شنو الامراض اللي يعانون منها؟ انا عن تجربه اجتماعيه، يعني تجربه حقيقيه. نعم. انه عائله معايشه يعني اكثر من 20 سنه، اقول تجربه حقيقيه. يعني عائله جيل الاول كانوا ما عندهم اي اشكال بالزواج. نعم. بس الجيل الثاني من بداوا يتزوج ابن الاخت وابن الاخ وغيرها كذا، هاي ماكو، بدات تظهر المشاكل الصحيه. مثل شنو؟ ضمور بالعضلات. نعم. بالاطراف، فتحات بالقلب. و يعني الطفل اول ما يجي يعاني من هاي الامراض. بالضبط. اي، وصارت قدامي شاهد عيان وهواي دا ينصابون. هواي دا يصير. فالان عندي الافضل انه الانسان ينفتح على الغريب اكثر. بالضبط. ما يضر على عادات وتقاليد معينه اللي هي تاثر على الصحه. بالضبط. مرحبا استاذ. مرحبا. تعرف باسمك؟ حيدر ناصر علي، رئيس ابحاث اقدم بيولوجي. حضرتك بيولوجي؟ بيولوجي. شنو رايك بزواج الاقارب؟ شنو سلبياته؟ سلبياته خاصه عز وجل في كتاب محكم الكريم قال بسم الله الرحمن الرحيم: يا ايها الناس انا جعلناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا ان الله أن أكرمكم عند الله أتقاكم، أن الله عليم خبير، صدق الله العلي العظيم. بالنسبة للزواج ستنا الفاضلة، يعني يفضل أنه الزواج مو من نفس الأقارب، لأن كبيولوجياً كفسلوجياً تنتقل عندنا عوامل وراثية في هذه السلسلة أو في هذه العترة. بينما من يصير زواج من خارج الأقارب تنقطع، مثلاً مرض الثلاسيميا، هذا مرض وراثي يصيب خلايا كريات الدم الحمر. بالوراثة ينمو عندنا وينشط ويبدي الجيل الأول اللي يصير بالأطفال. نعم. يصير بالأطفال ويؤدي إلى مرض. زين، تسأليني شنو العواقب مالته؟ عواقب مالته معنوية، ويصير إلى حد الانفصال. لذلك يعني يقودنا موضوع أنه مسألة الفحص ما قبل الزواج هذا. فيعني الزواج اللي نقول عليه المفتوح بقضايا معنويه وبقضايا ماديه وبقضايا اجتماعيه. القضيه المعنويه الاجتماعيه انه اني اوسع علاقاتي. لذلك اهلنا شو يقولون؟ البنيه ام العلاقات، هي اللي يعني يقولون ابن المشرق الى بنت المغرب، بنت المغرب الى ابن المشرق، وهكذا. يعني الزواج اللي نقول عليه المتباعد يعني يفضل ان يكون من حضرتك متزوج يعني عن متزوج. اقارب؟ لا مو عن اقارب، غريبه. اي. شلون نشوف زواج الغربه؟ نعم. ناجح الزواج؟
الحمد لله والشكر، الحمد لله. بالعكس يعني انه راح نتبادل ثقافات، راح نتبادل قضايا اجتماعيه جديده، انه اني يعني اقاربي شايفه واعرفها وشي، بس من راح اتزوج من غير عائله، من نفس نقول الوسط الاجتماعي بس من غير عائله، لا راح نكتسب ثقافات. وتعرفين كل رجل وكل مرة بداية الزواج يصير بيناتهم اختلافات أو فتشي، بس بعدين يصب في قناة واحدة راح يخلفون الأولاد، والأولاد هي ثمرتهم. فاني تجيني من تسأليني كقضية اجتماعية نقول معنوية، أنه أشجع على الزواج بعيدا عن الأقارب، يعني تنفتح عندنا علاقات جديدة. دكتورة فرقان ماهر باحثة اجتماعية، اهلا وسهلا بك ببرنامج 52 دقيقة. اليوم حابين نسألك عن زواج الأقارب، شنو سلبياته؟ أول شيء اهلا وسهلا بحضرتك. سلبياته طبعا هو أول شيء أغلب المشاكل اللي تصير هي تصير بسبب زواج الأقارب، هاي واحدة. الشغلة الثانية إنه يعني الأطفال يعني أغلبهم يجون مرضى، أغلبهم يجون يعني ضمور عندهم، كلها هاي الجينات كلها هو سببها زواج الأقارب. أمراض وراثية؟ أمراض وراثية إيه هي هالسبب. زين، والتشوهات الخلقية ممكن الطفل يتسبب يعني يتسبب له بهذا الشيء من يتزوجون الأقارب أو أولاد العم؟ هي نسبة 3% من زواج الأقارب، يعني النسبة أعطيك إياها بالتفصيل، 3% إنه يجون الأطفال مشوهين يعني ضمور بالدماغ، يعني هي هاي الأمراض كلها ساعدنا، مرض البلازما داون، مرض التوحد، هاي كلها سببها هو زواج الأقارب. زين، التحاليل اليوم اللي يسويها بالمستشفيات مال قبل الزواج حتى يشوفون انه الدم يتوالم او لا، او المشاكل اللي ممكن تصاحب هذا الموضوع، ممكن من بعد التحاليل همين اكو مشاكل بعد الزواج يواجهوها؟ ممكن الطفل ممكن يكون مثلا يتشوه وما طالع هو بالتحليل، او يتعرض الى امراض معينه هي ما طالعه بالتحليل، التحليل يطلع اوكي وتمام، هو التحليل يطلع اوكي بس بعدين يعني يجي الطفل اساسا يعني هي هاي جينات. حتى الرسول عليه افضل الصلاه والسلام يقول جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، يعني فضل انه الزواج يكون من الغريب احسن مما يكون من الاقارب. ليش اليوم مجتمعنا العراقي يفضل زواج الاقارب، بنت عمه بنت خاله، ما يطلع خارج هذا الاطار؟ يخافون اغلب العوائل والعشائر، يخافون هاي وحده. الشغله الثانيه يحسبون للتكاليف الماديه، يعني يقول لك انا اليوم مثلا من اخذ بنت عمي او بنت عمتي ما راح يفرضون علي مهر، ما راح يفرضون علي مقدم مؤخر، هاي الامور. بس من ياخذ غريبه لا تختلف الامور، يعني راح تصير مثلا يفرضون، تصير هوايه فرضيات بهذا الموضوع. سبب فقط الماده لو ايضا خلينا نقول رابطه الدم والنسب والعائله، هي هاي يعني اكو اليوم مثلا الاب على فراش الموت يريد يعني مثلا يتوفى يوصي ابنه، يا بقى انا مثلا وصيت لك انه انت الا تتزوج بنت عمك، حتى لو كان الابن هو ما راغبها، زين، او البنيه مثلا ما راغبه ابن عمها، او يعني هي المهم ده تصير فرضيات بهذا الموضوع. من ينفرض هذا الموضوع على البنيه او الشاب، مفترض هو ممكن يحب غيرها او هي تحب غيرها، اي بالضبط، من ينجبرون على هذا الشيء، هذا الشيء ايش راح يسوي؟ يسبب لهم وضعها مو بس يوصل يعني خيانه، يوصل الى الخيانه. واخذ طبعا هي هاي موضوع الخيانه تبقى عاد بعد هاي كل شخص وتربيته، خلينا نقول بس تجين انت للواقع انه اغلب حالات الطلاق اللي تصير عندنا بسبب زواج الاقارب، يعني تلقين دائما انه المتزوجين يعني اقارب هم اللي منفصلين، يعني صار انفصال بسبب هذا الموضوع انهم مجبرين على هذا الشيء، تدخل العائله وتدخل الاهل. وبالاضافه لهذا يعني من يصير موضوع الانفصال العائله، مو بس مثلا هذا الشخص وهاي العائله انه هم خلاص، هاي نص العائله راح يصير بهم المؤيد وبهم المعارض، ومشاكل تصير بين العائلتين. مرحبا، اهلا، شنو اسمك؟ سهير زين، من لبنان. من لبنان مقيمة حضرتك؟ هنا أنا مقيمة. أوكي، متزوجة؟ إيه. قريب لو غريب؟ لا عراقي، يعني مش لبناني أبداً كمان. مو لبناني. إيه. زوجتي؟ يعني مش قريب أبداً. غريب كلش يعني من غير جنسية من غير بلد. صحيح. أوكي. شجعين على زواج الأقارب لو لا؟ هلا هو صراحة زواج الأقارب فيه وجهين، سلبي وإيجابي. يعني من ايجابياته انه انت منك بحاجه تتعرفي على هذا الشخص، يعني انت اوريدي هذا شخص بيقربك، بتعرفيه، بتعرفي اهله، ماضيه، حياته، كل شيء. بتعرفي ايجابياته وسلبياته، بعد ما في داعي يعني تتعرفي عليه. شنو السلبيه بالزواج؟ من سلبيات هذا الزواج اذا في حال هذا الزواج ما نجح بيعمل شرخ كبير بالعائله. يعني مشاكل. بيعمل مشاكل بالعائله، بيعمل مشاكل بين الاقارب يعني نفسهم. نعم.
بصير في يعني بحس بصير في مشاكل بالعائلة الكبيرة مش بس يعني العائلة الصغيرة. يعني مشاكل مو بس بين الزوج وزوجته راح يتعمق أكثر. راح تصير على الصعيد العائلة. هلا غير إنه طبيا ما عندي كتير معلومات دقيقة يعني، بس إنه في مشاكل من زواج الأقارب ممكن يطلع في مشاكل صحية عند الأطفال يعني. أمراض. بس يعني ما عندي معلومات كتير دقيقة هذا الموضوع. ممكن زواج الأقارب يؤدي إلى تشوهات بالطفل؟ هلأ شوفي بأي زواج ممكن يصير فيه تشوهات، يعني ظروف تشوه الطفل كتير كتيرة، منها وراثية، منها ظروف الحمل عند المرأة، منها مثلا عمر المرأة أكيد، وضع البويضة لما تكون عند المرأة قبل ما تكون يعني جنين، فهي يعني سبحان الله هيدا من عند رب العالمين. هلا انا بعرف كثير اقارب يعني متزوجين وما عندهم مشاكل، وفي اقارب هن عندهم بالعيله مشاكل يعني صحيه لانه بيتزوجوا من بعد، فهيدي المشاكل بتتفاقم. نعم. يعني بيكون مثلا عندهم على سبيل المثال مثلا عندهم ضغط الدم على لانه بيتزوجوا من بعد، وهو ضغط الدم كثير بيجي بالوراثه، فبصير هيدا متفاقم عندهم بالعيله. مرحبا. اهلا وسهلا. نتعرف باسمك؟ أبو إبراهيم. أهلا وسهلا بكم. اليوم أريد تحشو لي عن زواج الأقارب، شنو مساوئ؟ أنتوا أقارب لو غربة؟ لا غربة. غربة. شنو رأيكم زواج الأقارب؟ والله هي عموما يعني إحنا نعرف من هواي نواحي زواج الأقارب يعني نسبة كبيرة غير مرغوب. في مشاكل. مشاكل يعني ناحية الأمور الصحية والهذي. اكو مشاكل تصير يعني. لاحظتي بزواج الاقارب انه صديقه او قريب او احد تزوج وصارت عنده مشاكل مثلا باطفاله؟ احنا نلاحظ وايد تصير تشوهات من الاطفال اللي يولدون. اي طبعا وايد تصير، يعني السبب انه ما يروحون يسوون تحليلات، ما يسوون كشف على الامراض، جزء اكو مرض وراثي هم ما يعرفونه، يعني هذا المرض يتوارث من جد الجد من الاحفاد يوصل للابناء. ممكن ضغط سكر، مو بس هاي يعني يجوز حتى اسم الله حتى الامراض الخبيثه. نعم. يعني سرطان. تطلع اي اكو اطفال يصير بهم يعني توحد، بهم تخلف ممكن. عقلي. فالاقارب يعني انصح يعني ماكو بي مشكله الزواج الاقارب، بس لازم يسوون يعني تحليل الامراض يعني هواي امور معروف. بس اكو تحاليل حتى وراها هم يصير امراض ومشاكل. هم تصير همين هي تصدف، ومرات لا تصير طبيعي يعني. يعني هسه انا مثلا اخويا متزوج بنت خالتي، بس الحمد لله اولادهم صحة ودراستهم ومتفوقين، ما بهم الحمد لله اي امراض يعني. ما بهم اي مشكله؟ لا الحمد لله ما شاء الله يعني كبروا ووصلوا، بس ماكو اي شيء يعني. هي تصدف يعني اكيد. اي شنو رايك اليوم بالشخص اللي يجبر بنته او ابنه على زواج بنت عمه او ابن عمها لازم تاخذه؟ لا يعني هذا الامور ممكن كانت قبل تصير يعني بحكم يعني الوعي كان قليل، ثقافه الناس يمكن المجتمع اللي عايشين به. نعم. يعني له دور بهالموضوع، بس بعد يعني عبرنا هاي الامور. احنا عندكم اولاد وبنات؟ الحمد لله. الحمد لله. تشجعون على زواج انه يتزوجون قريب لو غريب؟ هي القسمه اللي تريد تصير يعني اذا قريب ولا غريب. ما تخافون من الزواج انه يولد مثلا مشكله صحيه للطفل؟ يعني واحد يخليها هاي يعني قدامه لازم يعني. بس انا افضل البنتي والابني غربه يعني. غربه افضل. ليش؟ نفسيا وعقليا وصحيا ومن كل النواحي يعني. لان يصير مشاكل. ممكن مشاكل يعني. مشاكل بين العوائل. ممكن يعني. ممكن. ممكن لا، بس اللي افضل يعني شلون يقول لك ابعد عن الشر وغني له. اخلص من هذه، ومرات ما تجي يجوز تجي مشاكل من الغريب. نعم. مو قياس ترى الاقارب يعني. بس المشاكل اللي تصير بين الاقارب تصير اقوى بين العائلتين مو بين زوج وزوجته. طبعًا خاصة اذا مثلا بنت خال بنت عام يعني بها ميانة راح ياثر. راح تصير تكبر يعني. فالافضل واحد من البدايه ينطيها الغريب يعني. بينطيها الغريب، هذا الغريب مقدور عليه، بس انت من اذا بنت اختك ولا بنت اخوك ولا يعني الزحمه شلون يعني. لا تقدرين تخسرين اخوتك وخواتك ولا تقدرين تنطين ببنتك او ابنك، فيصير مشاكل بين العائلتين. اي بالاضافه للمشاكل الصحيه اللي هم يعانون من يمها. هاي بالله هاي بالدرجه الاولى. هاي منتهي من يمها. هاي منتهي من يمها، بس واحد
يجي من الطريق الصحيح يبتعد عن المشاكل وراسه مرتاح. الغريب تقدرين عليه. أستاذ وضاح اختصاص علم نفس، رحب بيك في 52 دقيقة، أهلاً وسهلاً بيك. الله يحفظك ويبارك فيك، شلونك؟ الحمد لله. اليوم أريد تحكي لنا عن زواج الأقارب، شنو سلبياته؟ زواج الأقارب، احنا بصورة عامة اليوم نريد نعرف في موضوع جداً مهم. الفقرة الأساسية كل العلوم تشير أنه أكو علاقة بين المتكلم اللغة اللي يتكلم بيها والشخص نفسه، يعني أكو علاقة بين أنا اللي أنطق به وبين الواقع اللي أنا عايشه. اليوم المشكلة مو بالزواج، رب العالمين يقول ومن آياته إن خلقنا لكم من أنفسكم أزواجا. إحنا قد نعتقد اليوم إنه لفظة الزواج صار متعارف عليها بالشارع العراقي إنه من الممكن الزواج غير جيد، زواج الأقارب غير جيد، الشباب يبتعدون عن موضوع الزواج. أكو آية تصير بها مشكلة؟ مستحيل مستحيل أكو آية تصير بها مشكلة. وين المشكلة؟ المشكلة بالفكرة اللي يصير بيها ارتباط الزواج. شلون يعني؟ يعني أنا اليوم شنو غايتي من أريد أتزوج؟ هل تدفعني غرائزي واحتياجاتي المادية اللي ممكن تتشبع بطرق أخرى؟ أم أنا أصلاً عندي هروب من الواقع اللي أنا بي، فدا أريد أغذي هذا النقص اللي بيه بسند وأمان. نعم. إحنا بمجتمعنا وبأغلب المجتمعات العربية مجتمعات ذكورية. يعني شنو مجتمع ذكوري؟ تتربى الأنثى بي على أنه هي مالها غير بيت زوجها أمان، فتبدي تستمد أمانها من بيت زوجها. ارتبطت بهذا الشخص، بعد فترة ما وجدت هذا الأمان، راح تعيش سعيدة؟ ليش ما وجدت هذا الأمان؟ شو السبب؟ ليش ما وجدت هذا الأمان؟ لأن هي هربت من واقع، تريد تطلع من بيئة قد تكون مقيدة ببيت الأهل، قد تكون عندها احتياجات تريد تغذي بها نفسها من خلال الزوج. لكن احنا كل التفاصيل العلوم اللي تشير بيها علوم النفس تشير ان توافق الانسان يصير ذاتي. انا اليوم من ابدي البي احتياجاتي واني اتوافق ويا نفسي اقدر اتوافق ويا البيئه اللي اني بيها. مرحبا، اهلا وسهلا. شنو اسمك؟ محمد. محمد؟ نعم. محمد متزوج؟ اي نعم متزوج. قرايب لو غريبه؟ والله غريبه. غريبه ليش؟ قسمه بعد. قسمه؟ اي قسمه واختيار نفس الوقت. انت اختاريت؟ اي اكيد. زين، شنو رايك بزواج الاقارب؟ زواج الاقارب والله البعض يقول ناجح والبعض يقول ما تفاشل قرايبي. انت شلون تشوف؟ والله انا اشوفها ما فيها مشكله عادي، يعني لو كنت فاهم بالموضوع يعني ما فيها مشكله. واذا الاهل جبروا ابنائهم على هذا الزواج؟ خلي اقول لك موضوع، هو اي شيء بيجبر ما ينجح، سبحان الله نهايته يعني امور طويله، ممكن يؤدي خيانه او انتحار. اكيد اكيد هاي الامور هي جاي تمر بينا على متابعه القضايا بسبب هذا الموضوع. اي بسبب هذا الموضوع، طلاق وخيانه وانتحار كل الموجودات تفاصيلها. صادفتك هيك حاله احد تعرفه انجبر على هذا الزواج؟ لا بس يعني تخرب العلاقه، يعني ما تضل ما تطول ما تستمر. ما تستمر اكيد، يعني ما متفاهمين البعض بيناتهم. ليش اليوم مجتمعنا يشجع على زواج الاقارب؟ والله الأقارب يقول لك هو الأقربون أولى بالمعروف. نعم. يعني اليوم ابن العم بنت العم ايش يجي واحد غريب ياخذه؟ يقول لك ابن العم أولى به. يعني يعرفوه؟ يعرفوه مثل ما تقول. بس نفس الوقت من ترجعي لها نبغى يضرونه. يضرون البنية. يضروها يعني يجوز ما تراهم وياهم أو حسب الميانة، تعرفين مرات. نعم. إذا تكون قريبة عليهم يسوون الميانة يعني أكثر وياها. ممكن يصير مشاكل بين العائلتين؟ أكيد نعم يصير مشاكل. بس الغريب ما يعرف عليك شيء. نعم. ولا انت نفس الوقت تعرفين عليهم شيء، تمشي الامور. الطفل اللي يجي. نعم. من بين زواج الاقارب. نعم. ممكن يجي مشوه او مريض. نعم. او مو صاحي 100%. فشو رايك بهذا الموضوع؟ والله بعد هي تقيم والله بعد هاي مو ليت السبب انه هو من زواج الاقارب. لا ما صوريت، تعرفين اكو تحليل دم واكو جرام موجود هذا اكو. نعم. بس من بين 33 ولاده من زواج. نعم. الاقارب اكو ولاده واحده. نعم. يكون الطفل بيها معرض لهذا الشيء. بعد هذا مرض بعد احنا هذه القضيه ما نقدر نعبرها. انت تشجع على زواج الاقارب ولا لا؟ والله ما بيها شيء، بالعكس لا اثنين متراهمين وهي ماكو مشكله، بالعكس ليش؟ زين واذا جبروا على هذا الشيء؟ والله مو قلت تشوف هي جبر مشكله، يعني خطيه، هذا جبر خواطر يعتبره، يعني لا البنيه ما مقتنعه به، يعني اجبرها قوه تاخذه، مو مو قميص الذبيب تلعب. زين ما خفتوا عليها؟ اكو هوايه حالات تصير مثلا اذا جبرت البنيه تفكر ممكن بالانتحار، ممكن تنهزم، ممكن حتى اذا زوجته ممكن تخونه.
خلينا نقول يعني العفو من بنتكم وتربيتها اكيد بالفعل. بس احنا بدنا نقول على حالات صارت بالمجتمع واقع حال ممكن. واقع حال, حال. حال. شو رايكم في هذا الموضوع؟ لا الحمد لله وشكرا. هذا انا اللي اشوفه تبع على التربيه. نعم. على الاخلاق على يعني مو كلش هذا صايره. بس اليوم من احد يجبرك على شيء انت ما تريده شلون راح تتقبله؟ هذا بمرور الوقت تتقبل الموضوع؟ اي تتطبع هذا الشيء. الام هي اقرب شيء لبنتها، شلون كانت نفسيتها؟ شلون تقبلت الوضع؟ والله هي اول بدايه يعني تحس فيها ما تقبل وما ترضى. بعدين مرور الخطوبه والطلعه فيها وياها تقوم تباشر فيها وياها. تصير محبه بيناتهم الحمد لله والشكر. حبتها توالمه ورا الزواج؟ توالمه والحمد لله والشكر وفاهمه. الاطفال اغلب الاطفال اللي يجون مرات مشوهين او يعني يعانون من امراض معينه، خلينا نقول ممكن ضغط سكر يعني. الطفل يجي مشوه، هذا الشيء ما خوفكم؟ ما صار عندنا هذا الشيء. بسم الله ما عاد ما صار؟ الحمد بالعائله لله. كلها ما صار؟ ابد بالعائله ما صار. بالعشيره اكو من عندهم وراثه تتبع وراثه الاب او الام، بس احنا ما عندنا هذا، حتى لو وراثه ما عندنا هذا الشيء. يعني الاجداد ما عندهم هاي الامراض تشوي. حتى ضغط سكر هذا الضغط والسكر دي يصير حالات طبيعيه في هذه الفتره الاونه الاخيره، بس دي يصير هم من الوراثه. اليوم اذا تروح الطبيب معين اول شيء راح يسالك انه انت عندك وراثه؟ اكو من هبطه ما لها مساعده تصير هبطات اكيد طبعا. تصير مثلا ضغط، هذه ترهم ضغط امور اللي المعيشه نعم تسبب هذه الاشياء. تشجعون على زواج الاقارب لولا؟ والله احنا نحب القرابه. يعني بالنسبه لي اقول الاقارب لك انت يعني سند سند يعني يسندوك. اي زين اذا بنتك لنفرض حبت احد غريب، ما رادت الزواج التقليدي اللي انت تريده، ممكن تسمح لها بهذا الشيء؟ نسمح يعني عادي. عادي ما راح تجبر اي بنت. بس اذا بعيد مثلا غير محافظه بعيده كذا صعوبه عليها صعوبه علينا. يعني تخوفك اليوم من الغريب لانه هو بعيد عنك او عن منطقتك او عن إيه؟ نفسيتك او اخلاقه ما تعرفها فتتخوف منه. نعم نعم هذا الموضوع صحيح. شجعين الزواج التقليدي لو الزواج عن حب انه البنيه هي تختار او الولد هو اللي يختار؟ والله انا احس الاهل عندها اختاروا مقسمه للبنيه زينه بالعكس احسن لها. حتى لو هي ما تريده؟ حتى لو ما تريده. انت تزوجتي وانت تريديه لو لا؟ بين وبين بين وبين يعني شفتي ترفيقه قبلها لو لا؟ لا 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 ما شايفه بالعكس ما عارفه ولا شايفته. تقليدي تقليدي بس الحمد لله والشكر يعني بنينا عائله والحمد لله يعني عايشين بها الحمد لله. وبالعكس شفتينا هسه احنا من نطلع نمشي انا وياه الله يحفظك الحمد لله والشكر متغير يعني توالمنا والحمد لله والشكر. زواج الاقارب ممكن نعم. يؤدي الى امراض مثل ضغط سكر او أي. ممكن الى طبعا مثل مرض معين مثل السرطان بالتاكيد. اي بالتاكيد العتره هاي تبقى يعني هذا مرض الكانسر. نعم. هذا جدا 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 ينتقل عن طريق الزواج الاقارب بالوراثه، بينما احنا نحاول نقطع هذا الشيء. يعني الله سبحانه وتعالى قلت ايش خاصه في محكم كتابه انه زواج يعني شعوب وقبائل، يعني حتى تطلع لنا في القبائل جديده، تطلع لنا اجناس حلوه بعيدا كل البعد عن الامراض يعني وغيرها. يعني حضرتك تشجع مثلا على الزواج من غير جنسيه؟ ممكن ممكن ليش اذا من غير جنسيه نشجع عليه، بس يعني بما ينسجم واقعنا. تعرفين كل عائله فد بها فد ميديا وسط اجتماعي عايشه به، فاذا صار انسجام يعني باختلاف مو ما باختلاف، بس اذا صار باختلاف فد شيء بسيط لا ضير يعني انه اتزوج من ابني يريد يتزوج اخوي يتزوج من غير بلد ما عادي ليش طبيعي. زواج الاقارب ممكن دا يؤدي الى انه الطفل دا ينولد نعم بتشوهات خلقيه بامراض اي ما ينولد صاحي؟ ممكن ممكن عندنا ليش؟ لانه هذه شوفي ست بالنسبه للتشوهات تصير عندنا مثلا نسميها الطفرات هذه واحد هي متعلقه بالوراثه، واكو مثلا لا نتيجه يعني مثلا اخذ عقار معين اثناء فتره الحمل ممكن يصير عندنا هذه التشوهات الخلقيه. اي لذلك شوفي موضوع يقودنا الى موضوع اخر انه في الزواج عندما يصير الحمل تراجع خصوصا الزوجه مراكز الرعايه الصحيه الاوليه اللي هو نسميه طب الاسره، طب الاسره كلش مهم، هو هذا اللي يرسم لهم الفيتامين المعين،
العنصر المعين ال- 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 الوضع اللي للجنين اللي نريحه احنا، فهذا جدا مهم انه نراجع مراكز صحيه الاهوليه. اليوم 50% من العراقيين يتزوجون زواج اقارب. نعم نعم. شنو السر؟ والله هذه يقول لك اكو منهم يفكر انه خلينا نقول يعني قضايا ماديه، احكي لك الواقع، يعني عنده هذا املاك وعنده فتشي فيحاول يعني يجمعها انه خليها بين عائلته. بالضبط، يعني تبقى نفس العائله. إيه هذا ممكن، ممكن اكو جماعه لا ما يفكر هيش تفكير، يقول لك انا هذا الوسط الاجتماعي اريده يبقى نفسه، يعني بنت بتعمه بتخاله ما يريدون احد غريب بيناتهم. بالضبط بالضبط بالضبط. فلذلك يعني احترامنا وعوائلنا وقبائلنا اللي موجوده بالعراق، بس ولكن خلي يصير عندنا انفتاح شويه. اذا شخص جبر على الزواج بلي ممكن يخون او ممكن ينتحر اذا بنيه او ولد؟ والله اكو قصص هيك هوايه بزمننا احنا سبعينات وثمانينات، هوايه قصص يعني وصلت للانتحار. اي اي اكيد انتحروا. اي اي زمن قبل كانت قصص حقيقيه. نعم. وفعلا ينتحرون اذا ما ياخذها او ما تاخذه، والدليل انه اكو رجال يعني بغداد ما ادري بيا منطقه. نعم. عنده ذقن وهذه هذا لانه حبيبته منطوه هي صار مجنون. مجنون. فاني يعني عايشه تقريبا 20 سنه برا العراق، فهاي الاشياء من دا اسمعها. واني زمان يعني بالعراق اكو صديقات، عندي صديقتي حبيبها استشهد بعد ما تزوجت، ظلت متأثرة. اي زين. الزواج اللي يصير من جنسية مختلفة بلي ممكن الطفل يجي بشكل مميز. اي ممكن اسمر ممكن ابيض ممكن عيونه تتلون الوان مختلفة حسب الدولة اللي هو موجود بيها والجينات. شو رايك بهذا الزواج وهذا الشيء؟ ليش ما يشجعون عليه المجتمع؟ انا عايشة باوروبا. نعم. فمعظم الاوروبيين البيض يحبون الافريقيين. نعم. يعني افريقيات او بالعكس، فيطلع طفل جميل جدا مميز. مميز. ليش بمجتمعنا ما يفضلون هذا الشيء او ما يشجعون عليه؟ اكو نظره مع الاسف، واحنا لو نرجع كليتنا عبيد الله. نعم. كل احنا عبيد، بس احنا نقول على اوروبا عنصرين، احنا عندنا تعنصر. احنا ماكو الا ابن عمته وبتعمه. اي 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 احنا عندنا تعنصر كثير. يعني شنو السبب اليوم اللي يشجع القبائل او العشائر انه يختارون الزواج التقليدي او ابن عم ابن عمه؟ ليش؟ احتمال يعني بسبب الارث. نعم. يعني عندهم ارث فيقول لك هذا ليش يروح الغريب، خليه بداخل العائله. هاي احد الاسباب يعني حتى يحافظون. يحافظون. والاسباب الثانيه انه هو يحافظ عليها ابن عمه، هاي انا باعتقادي غلط، تفكير غلط. يجوز يجي غريب يصير لهم احسن من ابنهم. بينما شجعين على هذا الزواج التقليدي لو شجعين على الزواج اللي يكون عن حب ويكون لا غريب؟ لا غريب وعن حب، تقليدي ابدا مو وياه. انا عندي بنت وحيده. نعم. وبصراحه احنا برا عايشين وردت واحد من ولد خالتها حتى يطلع. عندي اخوات كثير فتقول لي ما اشوفهم كلهم نفس اخويا، يعني حاولت فخلاص ما جبرته. بالتالي راح تتزوج غريب حسب رغبتها. هي حره، هي حياتها. لما احنا نتدخل بحياتهم ونختار لهم احنا ما راح نكمل وياهم. اكيد هم راح يكملون. كل انسان هو مسؤول عن تصرفه. مثل ما اهلنا يعني انا بالنسبه لي اختاريت واختياري طلع غلط، فاني هسه دا ادفع الثمن، مو امي الله يرحمها ولا ابويا. صح؟ اكيد. شو رايك بالعوائل اللي تجبر اولادهم او بناتهم على زواج الاقارب خصوصا ابن العم؟ والله هاي التقاليد الاجتماعية اللي عندنا يعني هاي لازم لازم تكسر. يعني أنا برأيي لازم يعني لازم يصير توعية وثقافة، لازم تثقف العائلة الأب الأم اتجاه إنه أنت لازم تتزوج بتعمك أو أنت لازم تتزوج بتخالتك أو بتخالك. شنو رأيك بالزواجات اللي تصير عن طريق شخص غريب؟ خلينا نقول هواي زواجات صارت مثلا خلينا نقول من غير جنسيات، الطفل اللي يجي شكله مختلف مميز، ممكن اسمر عيونه ملونه، ممكن ابيض وعنده تفاصيل معينه. شو رأيك بهاي الزواجات اللي تولد هيجي اطفال او هيجي شكل مميز؟ تشجع عليها؟ ما عندي بهاي تشجع؟ يعني بنتك اذا رادت تتزوج احد غريب تشجعها على هذا الشيء؟ إذا أكو انسجام بيناتهم ليش لا؟ يعني ماكو مانع؟ لا ماكو مانع، إذا أكو توحد بالأفكار، الأفكار منسجمة
وتفاهم والاتجاهات والميول الثقافيه والقلبيه متفقين فيها، ماكو اي اشكال، ماكو اي مشكله. لا ماكو اي اشكال. يعني مجتمعنا ليش يرفض هذا الشيء؟ ليش دائما يريد فقط زواج الاقارب ونفس الدم ونفس النسب؟ ست لحظه، انه المجتمع العراقي مجتمع قبل متميز بالعشائر والعادات والتقاليد، اللي يحاول يحيد عن هذه يواجه برفض وقوة وعنف من العشيرة. نعم. ومن داخل البيت هو نفسه، انت شلون تسوي شيء كذا، لا عمك مسوي، لا خالك، لا امك، لا ابوك، لا كذا، فينجبر عليها. اي، فالمجتمع اللي هو بيه العشائري راح يدفع بهذا الاتجاه. زين، هو راح يصير مسير مو مخير. نعم. من ينجبر اي الولد او البنيه على هذا الزواج راح يؤدي ممكن حاله انتحار او خيانه، لان هو انجبر على شخص هو ما يريده، مو رغبته. وارد جدا، 60 أو 70%. انجبر انه ممكن حتى ينتحر، احتمال، بس هي حالات يعني قليله. بس الخيانه الزوجيه لا، هاي واضحه، واقول يعني اكاد الزم انه منتشر بهذا السبب، لانه هم انجبروا على شيء ما يريده. انجبر على شيء ما يريده، وبالتالي راح يشوف جماعته او اقاربه او اقرانه بالذات اللي اختاروا غير زيجات. نعم. ها، راح يحس انه هو مظلوم او مكبوت، وعلى حول الشيء السابق يتصرف تصرف خاطئ، راح يتصرف تصرف خاطئ، واحتمال يتولد عنده الدافع نحو الانتحار. هاي الظاهرة هواية انتشرت اليوم بالعراق. بالضبط. ممكن اليوم البنية إذا انجبرت على الزواج، أو الشاب انجبر وأخذ وحدة ما يحبها، أو هي أخذت ابن عمها وهي ما تحبه وما راغبت له، يؤدي هذا الشيء للانتحار؟ أي، هواية أكو حالات صارت، يعني فوق 25% بهذا الموضوع. هواية انتحروا؟ هواية أي، أو حاولوا على الانتحار. يعني أنا 25% من ده أقول لك فيها، مو كلهم يعني، خلينا نقول بس محاولات، يعني المهم هو أكو هاي الفكرة بالموضوع. اهم شيء انه هاي الفكره موجوده. اي موجوده. شلون نقدر نقلل من هاي الفكره انه هو او انه ما تاخذ ابن عمها او ابن خالها وتنجبر عليه؟ مجتمعنا شلون راح نوعيه على هذا الموضوع انه هو سلبي مو ايجابي؟ لازم ورش توعويه، يعني فد امور، برامج ثقافيه. يعني مثلا هسه برنامج حضرتكم اليوم، يعني انه اتمنى انه الكل يشاهدوا والكل ياخذون عبره من عنده. يعني هو مو كل شيء بالاجبار ولا كل شيء بالغصب، يعني هذا الشيء هو اساسا يعني الضغط يولد الانفجار. لا، او يتاكدون 100% انه زواج الاقارب هو مو مصلحتهم وشيء سلبي، لانه يأثر على صحتهم بالدرجه الاولى. بالضبط، يأثر على صحتهم. وش قد ما تشوفين انه مثلا اليوم الاخ ويا اخته، خلينا نقول علاقتهم طيبه زين، بس مجرد يصير بيناتهم تناسب، يعني مثلا هذا ابنها اخذ بنت هذا او العكس او هذا، وراها فترة تلقين العائلتين هاي صارت الأخت قامت تكره أخوها مشاكل، والأخ قام يكره أخوه بسبب إيه، راح تتولد مشاكل. ومرات أكو عندنا إحنا الزواج العدواني. طبعا الزواج العدواني هو موجود، مثلا هي تكره هاي مثلا زوجة أخوها، زين شو تسوي؟ تقوم تجيهم بطريقة سلسة تناسبهم، دا تحارب، يعني هي ما قدرت تحارب اليوم زوجة الأخ، تيجي تاخذ بيتهم من عندهم. نعم. فهنا شيء اكيد الامايه راح يحترق قلبها على بيتها من تشوف انه هي بيتها ما مرتاحه بالزواج. نعم. فهذا الشيء كليته هذا احنا نسميه الزواج العدواني. نعم. اكو هواي امراض منتشره اللي هي السكر والضغط. بالضبط. هسه الشعب العراقي وين متفوتين باي بيت يقول لك سكر ضغط، انا اعاني يا اما من هذا يا اما من هذا. بالضبط. برايك انتشر بسبب زواج الاقارب وراثه؟ بحيث حتى منو يردون يروحون على الطبيب ويريدون يراجعون راسا يسالهم، يقوم انتوا عندكم بالوراثه؟ اي عندكم بالوراثه احد مثلا عنده سكر عنده ضغط. فهذا الشيء هو وراثه، هو هذا سببها، مو قلت لك هي سببها الجينات. لذلك احنا لازم نشجعهم انه اللي عنده مثلا مرض السكر ياخذ بنيه غريبه او شخص غريب. بالضبط، حتى ما يصير باطفاله. بالضبط. واتمنى انه يصير هذا، خلينا نقول الانفتاح الثقافي، انه مثلا الشخص يعني الاب اليوم يسال بنته، يا بنت راغبه ابن عمك ولا هي مو اجبار؟ يعني اليوم مثل الاكله، هو الزواج مثل الاكله، واحد من شلون ينجبر على اكله هو ما يحبها، صح لو غلط؟ مو عاد النوب هاي عشره عمر يعني. زين، ليش نشوف اغلب الناس اليوم ما تشجع على الزواج اللي انت تزوجتيه؟ انت لبنانيه وتزوجتي شخص عراقي. أيوة. اليوم لا، يشجعون مثلا انه ياخذ شخص بنت عمه بنت عمته. انت شلون صار زواجك؟ شوفي، هو الاهل شجعوك؟ يعني بالاول ما كثير، بس انه هلا انه اكيد يعني هن على علاقه طيبه جدا بزوجي. شوفي، هو كمان يعني مثل زواج الاقارب، كيف عنده حسنات وسيئات، نفس الشيء هذا الزواج.
من حسناته انه بيبقى في عندك ظل خفيف بالبيت، او اذا بدك يعني تقبل للاخر. ليه؟ لانه دائما بتقولي انه هو عاداته هيك وهو بيقول انه هي عاداتها هيك، لانه في اختلاف ثقافات حتى لو نحن من بلدين عربية، يعني اثنيناتنا بلاد عربية لبنان والعراق، بس ولكن انه في اختلاف بالعادات بالتقاليد، يمكن الطقس بيلعب دور، البيئة، طبيعة البناء، طبيعة الطبيعة الجغرافية للبلد، كله هيدا بيلعب دور بعادات وثقافات الانسان. فهيدا الشيء اكيد اكيد يعني بيسبب مشاكل، بس انه بيرجع لانه في اختلاف ثقافات ولانه انتم من بلدين مختلفين، فبترجعوا بتلاقوا نقطة يعني تلتقوا فيها، يعني ترجع تحل المشاكل. هلأ بالنسبة لإلي، يعني أنا اجيت على البلد وتعرفت على زوجي يعني بهيدا الوقت اللي جيت فيه، وحسيت بالغربة، لأنه يعني هلأ أنا الحمد لله يعني بالعراق ما بتحس بالغربة يعني مثل ما بتحسيها بغير بلاد، بس سبحان الله بتضلك بعيدة عن أهلك وعائلتي. كان هو بالنسبة لي لما تعرفت عليه يعني طريقته وخفة ظله والوقف اللي كان واقفة حده، فكان يعني فضلتي على الأقارب؟ بالضبط، يعني فضلتي على الأقارب. عطاني هيدا الشعور بالطمأنينة. عندكم أولاد؟ لحد هلأ لا. زين، شنو رأيك بالأشخاص اللي يتزوجون في زواجكم أو ممكن من غير جنسيات تكون أولادهم شكلهم مختلف ومميز؟ طبعاً. خلينا نقول لون العين، البشرة، الشعر، شنو رأيك بهذا الموضوع؟ هلأ أنا مثلاً بيضة يعني نوعاً ما، زوجي أسمر، فبحس يعني ممكن هيك يطلع عنا مثلا بنت سمراء وعيونها خضر مثلا، ويطلع شيء مميز وحلو. متوقعين هذا الشيء؟ يعني على الله ان شاء الله. ممكن تطلع مميزه من العائله كلها، من العائلتين اكيد، يعني في شيء بيطلع ميكس حلو، يعني في هيك بتجي تاتش حلوه لما يكون في يعني شيء مختلف. شيء مختلف، يعني انت مثلا متعوده هون على نمط معين وهون على نمط معين، لما بتخلطي هول الانماط بيطلع عندك هيك ميكس حلو لطيف، يعني مكس حلو غريب ولطيف. أيه. جميل بنفس الوقت، واكيد بيكون مميز. يعني اذا بتلاحظي هلا وين ما تروحي، اذا انت حضرتك عراقيه مثلا سافرتي على بلد معين، مجرد تحكي ولهجتك غير، ويعني حتى لو بلد عربي بتحسي حالك مميزه انه انت بهيدا البلد. لما تجيبي طفل من ام وبي من غير بلاد بيكونوا بالبلدين مميزين، يعني بهيدا البلد بيقول مثلا انا من اصول عراقيه، وبهيدا البلد بيقول انا مثلا فيني جذور لبنانيه. وين ما يروح هو مميز، فوين ما يروح بيكون عنده هيدا التاتش المميزه. يعني اليوم الشخص اللي يتزوج بنيه او البنيه تتزوج من غير جنسيه او غير احد، نشوف اختلاف بالشكل، حتى الطفل يطلع احلى. بالضبط. ممكن مرات نشوف انه طفل اسمر عيونه ملونه. بالضبط. اي فليش الاغلبيه اليوم ما يشجعون على هذا الشيء؟ ما يشجعون، مو قلت لك هم هاي سبب العادات والتقاليد، هي فرضت علينا هذا الموضوع انه الشخص لازم يتزوج اقاربه. يعني هذا الشيء طبعا بالمناسبه انه حتى يؤدي الى مشاكل، يعني اليوم البنيه مثلا تريد تتزوج شخص غريب، بس هي ابن عمها ناهي عليها، في حين هي اساسا يعني حاسبته كاخ لها. زين، فهاي الشيء يؤدي الى مشاكل، ويا ناس دخلوا سجن بسبب يعني خلينا نقول ظاهره النهوه انه ناهي عليها ابن عمها او هذا الامر. شوفين ايش قد نسبه اللي نجحت بيها زواج الاقارب بالمئة؟ نجحت فيها بالوقت الحالي ما بيها نجاح، بس قبل اذا ترجعين على قبل على ابائنا واجدادنا، فالاغلبيه كانوا يعني يتزوج بتعمه بتخاله، تشوفين الامور ماشيه طبيعيه وعادي، يعني الزواج ما بيه مشاكل. بس هسه بسبب الانفتاح، بسبب التكنولوجيا، بسبب التطور اللي صار عندنا، ما حد قام يرغب يعني زواج الأقارب، وبصراحة صار إجباري. وبالأخص ايه؟ زواج التقليدي ما حد ما دي يرغب. أبد أبد. الشباب هم ما يرغبوا له بنفسهم وداخلهم، كل شاب أو شابة تحب شخص معين ترتبط به. فاليوم من غلط أنه العوائل يجبرون أبنائهم. هو إيه، مو هو هذا الإجبار نهاية بين انفصال، يعني ما شيء يعني ما يقبل غلط، لو انفصال لو انتحار. انفصال وانتحار ومشاكل عائلية ومشاكل نفسية وأيضا صحية، ومع ذلك مستمرين العوائل العراقية بإجبار أولادهم وبناتهم على زواج الأقارب. أكو دراسة من بين 350 ألف شخص. زين. أربع قارات. الزوجة وزواج أقارب. زين. الطفل اللي يجي يكون مستوى ذكاء أو معدل ذكاء أقل بالنسبة للطفل الطبيعي اللي زوجوه الغربة. أي نعم. وحتى طوله يقل بالسنتيمترات. شو رأيك بهذا الشيء؟
ممكن معدل الذكاء يقل عند الطفل اذا تزوج عن طريق الاقارب؟ يعني ما اعرف هاي تبع الدراسات تبع الوراثه. شوفي اكو شغله جدا مهمه. نعم. يقول يخلق الانسان ويتاثر بعاملين، العامل الاول الفسيولوجي الوراثي هذا ثابت اللي عندك وعندي. نعم. هذا موجود عندنا. نعم. ولكن يكتسب صفات وين؟ في البيئه. العامل المكتسب البيئي. يعني اقرب لك الصوره اكثر، نقول توأم من نطفه واحده من بطن واحد من بيضه واحده، توأم زين عيني انت، نقول هذا نشأ في منطقه اجتماعيه نقول بسيطه الى حد ما، وهذا نشأ في منطقه اجتماعيه مفتوحه، حريه التعبير عن الراي، واصل دراسته، مستواه المادي كان كل زين. راح يختلفون يعني صدقيني من حيكون هذا تفاصيل وجهه غير شكل، حركاته شكل، هذا ما ينثار بسرعه بس كذكاء. نعم. معدل الذكاء. الذكاء نرجع الى الذكاء، هذا قدر ان نقول ننمي عنصر الذكاء انت من خلال المجالس اللي موجود بها، هو يطلع ذكي. اهلنا شو يقولون؟ المجالس مدارس، مو هيك اغانيك عن الدراسه اللي حيخشها، بينما الذي لا بقى لا راح يبقى في مستوى نفسه. يعني هذا الشيء يعتمد على البيئه؟ اي طبعا البيئه. واكو معلومه جدا يعني علماء النفس يقولوها، اعطيك، يعني قل له اعطيني شخص انا اخليك اياه اوصله، وانا ماكو انسان انه نقول عليه كلش معتمدت على الوراثه؟ الى حد ما يعني اي الى حد ما تاخذ هذا المجال، بس لكن النميه يعني اكو هواية عندهم يعني يخلقون بوراثتهم، لكن عند ما ندخله كتقويم جماعة ذوي احتياجات الخاصة. نعم. مو صحيح؟ هذول نقدر احنا ننميهم، يعني اذا كان المستوى العقلي فننطيه شنو اهداف سلوكية عملية يقدر يواصل بها. الزواج الاقارب ممكن يخلي الطفل يصير به امراض وراثية مثل السكر، ضغط؟ مش زواج الأقارب، هو إذا المرض موجود، يعني مثل ما شرحت لك قبل شوي بالوراثة، إذا موجود هو بالوراثة، أعطيك على سبيل المثال بعائلة أمي يعني بلبنان عندهم مرض الضغط الدم المرتفع. أوكي. فلأنه بيتزوجوا من بعد أقارب، يعني جدته ببيته يعني انتقل المرض، وجده بيقربوا بعد، ويعني يعني إخوات ماما تزوجوا أقارب، فكرمال هيك حتى اولادهم عندهم ضغط الدم المرتفع. بس لو متزوجين غربه يمكن ما يطلعوا، يمكن يطلع، هي يعني حظ شانس. بس الاحتمال اليوم انه احنا بنروح دكتور اول شيء يصير انه العامل وراثي. اكيد. معناها شنو؟ عامل متزوجين الاقارب. لا، عامل الوراثي بيختلف عن زواج الاقارب. عامل الوراثي هو في امراض بتنتقل بالوراثه، هيدي انت تزوجتي اقارب او غير اقارب، اذا انت حامله مرض وبينتقل بالوراثه ممكن تورثيه لابنك او بنتك. بس مو راح يقل اذا احنا اخذنا غريب؟ اذا موجود هيدا بالعائله، فانت يعني بدل ما يكون عندك احتمال عند الشخص 25%، اذا اثنين متزوجين عندهم هيدا العامل الوراثي فبد 25 صارت 50%، فصار الاحتمال اعلى عندك. فهو بيزيد من نسبة تناقل الأمراض بالوراثة إذا كانت موجودة بهيدي العائلة. اليوم إذا شخص ينجبر أو البنية على زواج الأقارب ابن عمها أو أي شخص مقرب من يمها، ممكن هذا الشيء يؤدي إلى الانتحار أو ممكن تخونه بالمستقبل لأنه هي أصلاً ما مقتنعة به؟ شوفي بالنسبة للانتحار هاي الأيام، يعني قبل ما كنا نشوف هيك حالات، كانت الوحدة تنجبر على الزواج وها هي يعني إذا بدك ترضى تتقبل الوضع، تتقبل وترضى وكل شيء. هلا صار عندك شيء اللي هو السوشيال ميديا، اللي هو فتح عيون العالم بطريقة إنه أي شخص بطل يقنع، بطل عنده القناعة بأي شيء، مش بس بالزواج، يعني بطل عنا قناعة بحياتنا، بطل عنا قناعة بشغلنا، ببيتنا، بسيارتنا، بأي شيء، يعني راحت القناعة. ليه؟ لأنه صرنا نشوف، طبعاً السوشيال ميديا ثلاث أرباعه كذب، بس ولكن العالم ما فيك تقنع كل العالم إنه كذب. هيدا الشيء فتح عيون البنات على الرفض، يعني صارت البنت بتقدر ترفض، ما عاد عندها خوف،
يعني ما عاد عندها رادع او خوف لحتى تقول الشيء اللي ما تريده ايه للشيء اللي ما بدي اياه. وممكن كمان هيدي وسائل التواصل الاجتماعي كمان ممكن صارت ببعض الاحيان تشجع على عمليه الانتحار، يعني صاروا يوصفوا الانتحار بطريقه لطيفه، يعني انه انا قررت انهي حياتي وشموع وورود وما بعرف شو دواء وهيك. فهيدي الفكره صارت تفوت على الاجيال بطريقه انه ايه حلو، يعني انا بعمل شيء دراما، يعني انه وبعمل ترند بهيدا الشيء فبيطلع حلو. نجي على بس موضوع الخيانه، هيدا اللي بدي بس استطرد فيه. موضوع الخيانه هيدا مش مقبول بحال الزواج كان تقليدي إجباري حب او اي نوع من انواع الزواج. موضوع الخيانه لانه كبير وعنده تبعات كثير كبيره وعنده يعني اثار جانبيه على الشخص نفسه وعلى الزوج وعلى الاطفال والعائله ككل، يعني اجتماعيا غير مقبول. كرمال هيك يعني انا بقول لا، الزواج الاجباري او التقليدي او اي نوع زواج ما لازم يوصل الامراه لموضوع الخيانه. بس بقول لك موضوع الانتحار يختلف، يعني لانه هلا صوروا لنا الانتحار كانه شيء يعني الزواج ما له علاقه. لا ما له علاقه. 55% من العراقيين يتزوجون زواج الاقارب بالرغم من مساوئه بالرغم من المشاكل اللي تؤدي الى الانتحار ممكن او الخيانه او ولاده طفل مشوه. لهنا انتهت حلقتنا من 52 دقيقه.